الأحد 11/10 أكاديمية نادر ربيع التدريبية داخل صالة روكي جيم بعزبة الشال بتدريب الكابتن عمرو جمال تالتة تربية رياضية قسم تدريب رياضي. بنتفرج على الشباب وبيعمل تمرينات إعداد بدني وتأهيل. ما شاء الله في تغير ملحوظ في مستواهم، وعندنا القياسات القبلية قبل التدريب والقياسات البعدية بعد التدريب. يسعدنا تواجد أبنائكم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية نادي الربيع التدريبية. قف. واحد، اثنين، فوق عمار، اعدل نفسك جدع. احمد حسام، حلو على دماغي، جميل. ده مين ده؟ ده عمار عايز تقرب ايديك. حلو يا سيد يوسف، ايديك ارفع ايدك سنه، جميل جدا ما شاء الله. انزل جايبين مين؟ مين؟ اهو رجلي الشمال قدام، سنه صغيره هي هناك، بس عشان ما ابقاش رجل ورا اعمل كده. هي سنه صغيره قدام عشان ما ترجعش ورا. السنه بقى اللي انا عامل كده بقى سنه عشان ما ضميري ما اعملش ورا. سنه صغيره. واحد هنقول واحد، اثنين هنقعد، ثلاثة هنظهر، ماشي؟ واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، الأحد 11/10 أكاديمية نادر ربيع التدريبية داخل صالة روكي جيم بعزبة الشال بتدريب الكابتن عمرو جمال تالتة تربية رياضية قسم تدريب رياضي. بنتفرج على الشباب وبيعمل تمرينات إعداد بدني وتأهيل. ما شاء الله في تغير ملحوظ في مستواهم، وعندنا القياسات القبلية قبل التدريب والقياسات البعدية بعد التدريب. يسعدنا تواجد أبنائكم، اهلا وسهلا بكم في اكاديميه نادي الربيع التدريبيه. Look at me now. Look at me now. Oh. I'm getting paper, look at me now, oh, look at me now, yeah. Lego, yellow model cheese, yellow bottle sippin', yellow Lamborghini, yellow top missing. Yeah, yeah, that shit look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool J. If you get what I get, what would you say? She wax it all off, Mr. Miyagi. And the suicide doors, Kari Kari. Look at me now, look at me now, oh. Lego.
and them suicide doors. Ari Kari. Look at me now. Look at me now. Oh, I'm getting paper. Look at me now. Oh, look at me now. روكي جيم بعزبه
الشال بتدريب الكابتن عمرو جمال تلقى تربية رياضية باسم تدريب رياضي. بنتفرج على الشباب هو بيعمل تمرينات وتدريبات بدني وتأهيل. ما شاء الله في تغير ملحوظ في مستواهم، وعندنا القياسات الأولية قبل التدريب والقياسات اللي بعديها بعد التدريب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.